السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم أخبار مؤسسة الشهداء. المدير العام في مؤسسة الشهداء أيوب قاسم يزور مديرية الشهداء كركوك ويلتقي مديرها محمد مصطفى. الزيارة جاءت لمتابعة عمل المديريات وأقسامها والاستماع إلى طلبات المراجعين والتوجيه بحل مشاكلهم. المدير العام زار أيضا اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين واطلع على مجريات العمل وسبل الإسراع في المصادقة على قرارات الشهداء والمصابين. المدير العام في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي يزور كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية ويلتقي بعميدها مالك الخالدي، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم ذوي الشهداء بين كلية الهندسة ومؤسسة الشهداء، ومنها التسهيلات اللازمة لذوي الشهداء وقبولهم في الجامعات وتبسيط إجراءاتهم وتكريم الأوائل منهم. ملاكات شعبة الشؤون المالية في مديرية الشهداء ذي قار تستمر في صرفها للمنح العقارية وبدل النقد الجزئي لذوي الشهداء. مسؤول الشعبة ميادة يوسف ذكرت أن العوائل المشمولة بالمنحة يمكنها مراجعة المديرية لغرض صرف الدفعة الأولى اعتبارا من ورود الإعمام الأخير. وفد من مديرية الشهداء النجف الأشرف برئاسة مديرها طالب الجعفري يزور دائرة عقارات الدولة في المحافظة ويلتقي مديرها أسيل كامل، وبحث الوفد العديد من الملفات التي تخص ذوي الشهداء والجرحى وأبرزها تخصيص قطع الأراضي لذوي الشهداء، كما بحث الوفد تسهيل إجراءات ذوي الشهداء خلال مراجعتهم دائرة عقارات الدولة. وفد من مديرية الشهداء الكرخ يزور مدارس الغد الأهلية في بغداد ويلتقي بمديرها صباح عبد الرحمن، وتباحث الجانبان التعاون المشترك والاتفاق على تخفيض نسبة 25% من الأجور الدراسية للطلبة من ذوي الشهداء وتزويدهم بالزي والكتب وكافة المستلزمات الدراسية مجانا وفاء وإكراما لهم. مشاهدينا، الأخبار انتهت، إلى اللقاء.